كينان سوف يذهب إلى باب السجن لينادي على الحراس ليذهب إلى الحمام، وأرابل ذو اللحية يراقبه من بعيد، وسوف يتبعه ومعه سكين إلى الحمام. كينان سوف يدخل إلى الحمام ولا يدري ما الذي ينتظره عندما يخرج. أصدقاء المجرم يؤكدون له دخول كينان إلى الحمام، وسوف ينتظره حتى يخرج. المجرم سوف يخرج سكينة من جيبه. كينان سوف يخرج من الحمام. سوف يباغته المجرم ويطعنه في ظهره. سوف يفقد كينان الوعي وسوف يلتطم رأسه بحافة الحائط.